صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، جلسة صباحية جديدة من صفحة تكمل العربية على فيسبوك، معكم جوزيف ظهرية. بهذه الجلسة بدي أحكي شوي صغيرة بداية على الدولار الأمريكي، أي مؤشر دي أكس واي. هذا المؤشر اللي عم نحصل منه على إشارات جدا جدية وواضحة، فينا نقول أكثر من العملات الرئيسية. يعني لما أدخل على زوج اليورو مقابل الدولار أو الباوند أو هذه العملات الرئيسية، عم شوف شوية تقلبات غير منتظمة، إنما الدي أكس واي بالوقت الحالي عم بيكون جدا واضح. فطبعا بدايه راح اتكلم على دي اكس واي ونشوف اختراق هذا المثلث اللي كنا تكلمنا عليه سابقا منذ اسبوع واثنين وثلاثه لورا. كنا حكينا على احتمال كونسوليديشن اريا، وهذه المنطقه الافقيه اللي هي من المفترض تكون كونتينيويشن باترن، اي تكمله اتجاه من وراء اتجاه عام هابط. دخلنا بمرحله افقيه، هذه المرحله الافقيه على شكل كانت مثلث، كنا عدينا داخلها اي بي سي دي اي مثل ما عم تشوفوا امامكم، وكنا قلنا انه خط الدعم اللي هو خط قاع المثلث هو نقطة دعم رئيسية. إذا في حال تم اختراقها هذه confirmation واكتيفيشن لتكملة اتجاه الهابط للدولار اندكس وضعف أكثر للدولار الأمريكي. إذا بنعمل زوم إن شوي صغيرة بنلاحظ إنه تم اختراق هذه المنطقة، ارتدينا عليها المرة الأولى، المرة الثانية، ونتوقع تكملة اتجاه الهابط من المستويات الحالية للدولار اندكس. يعني من هون بدنا ننطلق بتفكير معين وبمنطلق معين على انه العملات الرئيسيه ما رح ندخل فيهم بصفقات بيع، على انه اليورو مقابل الدولار، على انه الباوند دولار رح نشهد تالق بعد اكثر واكثر لهم بالمراحل وبالجلسات القادمه. وطبعا هذا السيناريو رح يكون شوي صغير مختلف بالنسبه لسعر اونصه الذهب، بما انه الذهب طبعا ما عم تكون نيجاتيفلي كورليتد 100%، اي علاقه عكسيه 100% مع الدولار الامريكي، لانه في عنا عده عوامل طبعا عم بتحرك سعر اونصه الذهب. كانت المخاوف، كانت سندات الخزينه التابعه للولايات المتحده، كان عنا كثير امور تشنجات بين الولايات المتحده والصين، في وطبعا جائحه كورونا فيروس، فكثير عوامل كانت او الفاكتورز عم بياثروا على الذهب. فالذهب هذا شق اخر وموضوع مختلف تماما رح نمر عليه، وانما ضعف الدولار الامريكي متوقع. و بالنسبة لنا لما نجي نشوف اختراق، انتم بتعرفوا كهدف اول او كمرحلة اولى نحن لازم اولا نقيس مسافة هذا المثلث من A ل B ونعمل له projection. لما نجي نعمل projection نعرف ان الدولار الامريكي احتمال يهبط لمستوى 90-50 او حتى اقل. فبالنسبة لنا عندي هدف او هبوط بحدود 150 او 170 نقطة للدولار الامريكي، ولكن لانه weighted index يعني هبوط 150 نقطة احتمال كتير كبير نرجع نشوف صعود لليورو مقابل الدولار بشكل أقوى وأسرع. بجلسة أمس كنا شفنا موجة اندفاعية، كنا حكينا كمان سابقا يعني ما تفاجأنا بارتفاع اليورو مقابل الدولار، وإنما بالعكس كنا عم نحكي على أنه اليورو دولار داخل بمثلث إذا بتذكروا، وكنا حكينا على A B C D وويف E ونتوقع تكملة اتجاه الصعود. فبالفعل هذا السيناريو قد تم وماشيين فيه بشكل أو آخر بعدنا بطريقة ممتازة. إذا بدي أخذ فيبوناتشي من آخر قمة الموجة رقم 3 لقاع الموجة رقم 4، استهدفنا مستوى 125% على اليورو مقابل الدولار. 125% كانت على مستوى 119.65. اختراق هذه المنطقة أكيد رح يتم اختراقها، رح نفتح مجال أكثر لزيارة مستوى 161% اللي هي على مستوى 120.40، يعني عندي ارتفاع 100 نقطة من المستويات الحالية. أكيد إذا تم اختراقها احتمال نفتح مجال أكثر لل 121.30، وهونيك نرجع بنقرر إذا في حال بدنا نشهد ثلاث موجات تصحية وإلى ما هنالك، ولكن بالوقت الحالي طبعا نتوقع تكملة اتجاه الصعود. هل يا ترى ممكن إعادة امتحان أي ريتست بشكل أو آخر لليورو مقابل الدولار؟ نعم ممكن ريتست، نعم ممكن نشهد ارتداد لخط المقاومة اللي كان موجود عندي اللي هو تقريبا خط المثلث. فإذا بدي أرسم هذه نقطة الدعم أو خط الدعم المقاومة عفوا، احتمال نرجع نشهد تراجع لليورو مقابل الدولار بشكل سريع لمستويات 118.83، ونعم احتمال ما نعيد الامتحان. الريتست اي اعاده الامتحان بعض الاحيان بنشوفها، ولكن منا ملزمه انه السوق طبعا يرجع يلمسها، وانما هذا الشيء بيرجع الى قوه الزخم او المومنتم. نعم في عندنا مؤشرات ممكن نضيفها مثل المومنتم، طبعا بندخل على اوسيليتورز ونضغط على مومنتم، نضغط اوكي. المومنتم مثل ما عم بتشوفوا خفت شوي صغيره، منه باتجاه عم صاعد، وهذا مؤشر المومنتم. كل ما نشوف مؤشر المومنتم عم بيرتفع
اوكي، يعني في عندي زخم بالارتفاع لما يكون عم يهبط، في عندي زخم بالهبوط، وطبيعي انه يكون بالمبدا فوق مستوى المية، من الافضل انه يكون فوق مستوى المية كرمال نقول انه الزخم بالفعل ماشي بشكل ايجابي، تمام؟ هلا نعم تحت المية، وانما الزخم شوي صغير كان عم يضعف سابقا، فهذا يدل على نعم احتمال نرجع نعمل الريتست، اي موجه هبوط سريعه ما قبل تكمله اتجاه الصاعد، هيك السوق بالهبوط بيجمع زخم اكثر، نطلع على مؤشر المومنتوم 14 افريج، نرجع بنشوفه عم ينعكس شوي بالاتجاه الصاعد، ندخل بصفقات شراء مع اي اشاره ايجابيه ممكن نحصل عليها، ان كان شمعه ايجابيه، نمط جريف ستون دوجي، دوجي، دراجون فلاي، مطرقة، هامر، انجلفينج باترن، بيرسينج باترن، نمط احتوائي، نمط ثاقب، اي شيء من هذه طبعا الاشارات، ولكن بالنسبه لي العملات الرئيسيه بعدها ايجابيه ونتوقع تكمله اتجاه الصاعد. بالنسبه للباوند مقابل الدولار السيناريو شوي كان اوضح. السيناريو كان اوضح لانه كنا حكينا على اختراق خط المقاومه الرئيسي، واختراق خط المقاومه اللي رسمناه بهذا الشكل كان عندي خط مقاومة رئيسي هون، تم اختراقه، إعادة امتحانه، خط المقاومة أصبح دعم، وابتدينا نشهد باونس. والأهم أنه تم اختراق بريفيو ستوب. البريفيو ستوب اللي هي مهمة كتير. ليش مهمة؟ من هذه النقطة شفنا الكراش أو الانهيار للباوند مقابل الدولار بشكل سريع من مستوى 132 لزيارة مستوى 114. فبالنسبة لنا لما هلأ نتداول فوق هذه القمة، ساعتها بنعرف أنه نعم رجعنا عم نستعيد، وفريق الثيران عم يرجعوا يسيطروا على السوق، لانه هذه نقطة جدا مهمة وتعتبر كريتيكال اريا ومنطقة محورية لاخذ بعين الاعتبار، لانه اوقات او بعض الاوقات بكون عندي في شيب ريكفري وفي شيب سيلينج سيجنالز، يعني لما يكون عندي نقطة انطلاق بيهبط منها السوق، لما نرجع بغض النظر عن الشكل، لما نرجع نعيد امتحان هذه النقطة واحتمال نرجع نعمل شيء اسمه دبل توب مثل ما بتعرفوا، اي قمه مزدوجه ونرجع نشهد هبوط منها، ولكن بالوقت الحالي الباوند طبعا عم يتداول فوق هذه المنطقه المحوريه، فلذلك طبعا فتحنا اطار ايجابي اكثر واكثر وفتحنا مجال للصعود. بطل عندي اهداف غير انه نرجع نعيد امتحان مستوى 135، واذا تم اختراقه ممكن نرجع نكفي اتجاه الصعد، فنعم بتوقع الصعود للعملات الرئيسيه. بالنسبه للاسترالي كمان ليدنج، كمان عم يسجل قمم جديده. ليش ليدنج؟ ليش تسبق غيرها؟ عم بتسجل قمم جديدة على إطار أربع ساعات، إذا بدي أحط على سبيل المثال الباوند دولار، أوكي؟ خليني بس أمحي هذا الرسم البياني وحتى اليورو دولار كمان محي بالنسبة للباوند، وراح أضيف الأسترالي وقارن الرسوم البيانية مع بعضها البعض. إذا بدي أشوف بالنسبة للأسترالي على إطار أربع ساعات، أوكي؟ أو يومي خلينا نقول، عفواً أسترالي أربع ساعات، والباوند على اطار 4 ساعات، اوكي، او يومي. زوم اوت لبرا، وهون ديلي زوم اوت لبرا. بتعرفوا انه بتلاحظوا انه الاسترالي على اطار يومي من قاع اللي تم تسجيله اللي هو 0.55، الارتفاع والقوه اللي دخلنا فيها تم اختراق قمم سابقه اللي هي قمم رئيسيه مثل مستوى 0.70 السايكولوجيكال ليفل، وعم نتداول هلا على قمم جديده، اوكي، اكيد ما انها جديده لانه هو هابط السوق من فوق، ولكن جديده بالنسبه لهذا الارتفاع التصحيحي. وانا بالنسبه للباوند بعد ما تم اختراق خط المقاومه اللي هو 135، اي القمم السابقه على اطار يومي، لذلك هون بنقدر نحدد على انه الاسترالي نعم اتس ليدنج كرنسي، وهو عم بيعطينا الاشارات وعم تسبق غيرها. هلا في اشخاص عم بيقولوا لي جوزيف، طب شو رايك بالمثلث الميل على ارتفاع، اي الرايزنج ويدج اللي موجود على الاسترالي، هل يا ترى برايك ممكن تكون الموجة رقم 5 ونتوقع هبوط للأسترالي؟ شو رأيكم بالرايزنج ويدج؟ تمام، اللي بقدر أقول لك إياه بكل بساطة إنه إذا في حال بدي أدخل بقوانين موجات إليوت وعد موجات إليوت، لا شك إنه هون الموجة رقم 1 2 1 2 3 4 5 الموجة رقم 3 4، ونعم هون عندي ارتفاع الموجة الخامسة. ولما يكون عندي اندنج دياجونال بالموجة الخامسة، أي مثلث ميل على ارتفاع بالموجة الخامسة، احتمال كتير كبير نشوف إشارة انعكاسية، ولكن من الافضل انك تنتظر اختراق خط الدعم اللي هو على مستوى 0.70 خليني بس حدد النقطه بالضبط، هذه النقطه هي 71.40 0.71.40 0.7140. اختراق هذا المستوى راح يفتح مجال اكثر للهبوط واعاده امتحان قاع الموج رقم 4 اللي هو لا شك انه هذه قوانين الرايزنج ويدج على مستوى 0.67. فبالنسبه لنا ولو حتى بدك تشوف اي اشاره انعكاسيه او من وراء الرايزنج ويدج تقول وتفكر انه هذه اندنج دياجونال، هذه موجه
اندفاعية، نعم، ما بعرف، خلفية، موجة اندفاعية خلفية، أي مثلث بهذا الشكل. عندنا الموجة الاندفاعية القطرية اللي هي بتكون بالموجة رقم واحد، وعندنا الموجة الاندفاعية الخلفية اللي هي بتكون بالموجة رقم خمسة. فإذا في حال بدك تمشي بهذا السيناريو، معلش ما تكون طميع، انتظر اختراق مستوى 0.7140 لتستهدف مستوى 0.67، بكون عندك 300 نقطة مضمونة انك انت رح تحصل عليها. ولكن بالوقت الحالي من الافضل ومن المحبط انه ننتظر كونفرميشن، هذا بالنسبة للاسترالي مقابل الدولار، لانه انتم عارفين اذا في حال قدرنا نشهد مثل ما عم نتكلم على مؤشر دي اكس واي وتم اختراق خط المثلث والدعم ونفتح مجال اكثر للهبوط للدولار الامريكي لمستويات 90-50، هذا الشيء ما راح يخلي الاسترالي يكون عنده اذا بدكم القدرة بالهبوط وبالتصحيح اكثر. فنعم محمد، لا نزال نتمسك بالسيناريو الإيجابي للعملات الرئيسية مع التحفظ على الرايزنج ويدج، أي المثلث الميل على الارتفاع بالنسبة للأسترالي مقابل الدولار مثل ما شفنا. وحكينا عن اليورو، حكينا عن الباوند، حكينا عن الأسترالي. بالنسبة للدولار مقابل الكندي، لا شك أنه هنالك ضعف أكثر، لا شك أنه الدولار الأمريكي بعده عم يضغط بضعفه أمام الكندي. من المفترض عندي أول نقطة دعم اللي هو القاع السابق اللي هو كنا حكينا عليه، تم اختراق خط محوري ونقطة محورية اللي هي هذه المنطقة. كنا رسمنا خط دعم وخط مقاومة إذا بتتذكروا سابقا أو بجلسة أمس تقريبا، وكنا قلنا رح نعمل زوم إن شوي لجوا، رسمنا خط مقاومة من وراء هذه المنطقة الأفقية، أو خلينا نقول المرحلة اللي دخل فيها الدولار الكندي بمرحلة أفقية، وخط الدعم الرئيسي إذا بوصل هذه القاعات مع بعضها البعض. كنا قلنا إنه هذه نقطة محورية عم بيشتغل عليها الدولار مقابل الكندي بجلسة أمس، اللي هي مستوى 132.30 و132.20. إلا إذا في حال قدرنا نحافظ على هذه نقطة الالتقاء لخط المقاومة وخط الدعم، احتمال نرجع نشوف إشارة انعكاسية وقوة للدولار الأمريكي، احتمال. وإنما تم اختراقه وعم نتداول تحته، فهذا الشيء طبعا رح يفتح مجال أكثر لإعادة امتحان بريفيس لو 130.20، وطبعا إذا تم اختراقه رح نفتح مجال لقيعان أوطى أكيد مستوى 128، وقيعان سابقة من بتمثل طبعا خطوط دعم أكيد، أنتم بتعرفوا البيفوتال بوينتس وخطوط الدعم، هنالك يعني 1000 خط دعم ممكن نرسمه، اللي هو على القيعان السابقة اللي كان عم بيسجلها الدولار الكندي هو وعم بيرتفع مثل ما عم بتشوفوا. هذه القيعان اللي كان عم يسجلها الدولار الكندي اعلى من بعضها البعض، طبعا اصبحت خط دعم ورح نسميهم او نلقبهم كاس 1 اس 2 اس 3 سبورت 1 سبورت 2 سبورت 3. فهذه الاهداف صارت لنا، ونعم هنالك مجال اكثر لهبوط وتراجع الدولار الكندي. بالنسبه للدولار مقابل الين، كمان الدولار مقابل الين اخترق لنقطه جدا مهمه ونقطه جدا محوريه. بالنسبة لي هذه المنطقة اختراقها كان شوي صغير صعب للدولار مقابل الين، شفنا ريجكشن اريا منها بسرعة. شو يعني؟ نفسية الدولار ين كيف عم تتصرف؟ أتوقع أنا شخصيا أنه الين الياباني لأنه بيمشي مع سعر أونصة الذهب، وعندي شوي صغيرة uncertainty وتقلبات غير منتظمة على الذهب مثل ما بنعرف، واصل للذهب راح أحكي عليه، ولكن لأنه عنده uncertainty بالذهب بتوقع أنه الدولار مقابل الين كمان يدخل شوي صغيرة بتقلبات غير منتظمة. هذه الريجكشن اريا أو هذه المنطقة كانت جدا مهمة على الدولار مقابل الين سابقا، ونعم بنحترمها. لما شفنا اختراق للدولار مقابل الين تحت هذا الخط، فورا رجعنا شفنا في شيب ريكفري وإشارة انعكاسية سريعة، وبالوقت الحالي عم ترجع هذه المنطقة تمثل كخط دعم رح يهد السوق عليها. نرجع نشوف ارتفاع للدولار مقابل الين، مش يعني ضعف الدولار الأمريكي يعني لازم يضعف الدولار مقابل الين، انتم بتعرفوا انه احتمال الين الياباني يضعف اكثر من الدولار الامريكي، لذلك نشوف ارتفاع للدولار مقابل الين، ولو حتى الدولار اندكس عم بيهبط ولو حتى الدولار الكندي توقعنا هبوطه، تمام؟ فبالنسبه لنا اذا مثلت خط دعم هذه المنطقه، احتمال نرجع نشوف باونس منه وارتفاع، وهذا يدل على قوه الدولار الامريكي مقابل ضعف الين الياباني، يعني ضعف لسعر اونصه الذهب. كنا حكينا بجلسه امس على مستوى جدا مهم، لقبته بمستوى او منطقة محورية وخط فاصل بين السيناريو الايجابي والسلبي. ليش؟ من وراء ما شفنا ثلاث موجات بول باك تصحيحية على سعر اونصة الذهب بهذا الشكل، قلت اذا في حال هذه موجة تصحيحية وانتهينا منها على هذا القاع، يعني بدنا نبتدي بموجة اندفاعية جديدة لزيادة مستوى 2182. ونعم
كنت كتير مصر من مستوى 1893 1890 كنت مصر على الشراء، وبالفعل تم تسجيل تقريبا $100 او $130 ارتفاع. ولكن في التحكيم كمان جلسة أمس على منطقة 70% وال 76.4%، وأكيد كنت حكيت وقلت أنه هذا خط فاصل. ليش خط فاصل؟ لأنه الموجة رقم 4 لا يمكن تحديد شكله، وعم برجع عيد كلام نفسه، ما بدي أرجع عيد الفيلم نفسه، ولكن إذا في حال هون عندي كان ABC احتمال كتير كبير أن نكون انتهينا من الموجة التصحية وابتدينا بموجة صعود جديدة، صح ولا لا؟ ولكن احتمال يكون عندي ABC التي تلقب بالموجة W، ونرتفع بالويف X اللي هي تلقب بالكونكتر، ومن ثم نهبط بويف Y، يعني نشوف هبوط للذهب طبعا لزيادة مستوى 1800 1700 وشي وما قبل الارتفاع من جديد. لذلك هذه الموجة التصحية بالوقت الحالي لا يمكن تحديد شكلها، لا يمكن افتراض سيناريو معين، وأنا اللي بنقدر نعمله أنه ننتبه من هذه المنطقة. وإذا في حال بده يدخل بمرحلة أفقية الذهب، في عنا عدة أشكال، فيكون مثلث ABCDE مثلث ما قبل تكملة اتجاه الصاعد، ما بيمنع السوق أنه يعمل هذا الشكل. احتمال كتير كبير يكون ABC مثل ما عم نتكلم، A هبطنا ارتفعنا B ونرجع نهبط C ما قبل تكملة اتجاه الصاعد، كمان هذا الشيء ما بيغير الاتجاه العام الصاعد للذهب. واحتمال كتير كمان يكون انتهينا من الموجة التصحية هون وابتدينا 1 2 3 4 5 وموجة اندفاعية جديدة. لذلك نحن في انتظار تأكيد للسيناريو القادم لسعر أونصة الذهب، ولكن أصبح عندنا معلومات جدا مهمة على أنه اختراق وأغلاق شمعة 4 ساعات فوق مستوى الـ $2020 2020 مثل هذه السنة الصعبة والغريبة، اختراق فوق مستوى الـ 2020 لسعر أونصة الذهب رح تفتح مجال وتأكد السيناريو الصعب. تمام؟ هلا بتقلي جوزيف طب أنت خبير بموجات اليوت، هل يا ترى ممكن تحديد هيكلية الارتفاع وشكل الارتفاع ممكن تعرف إذا هي تصحية أو اندفاعية؟ نعم. بصغر إطار زمني على ساعة وبجي بقول إنه الارتفاع ما كان على شكل 5 موجات، يعني ما كان بهذا الشكل 1 2 3 4 و5 ونتوقع 3 موجات تصحية وتكمل اتجاه الصعد، لا بل كان بهذا الشكل 1 2 3 قصيرة، يعني ما أنا موجة اندفاعية، يعني احتمال كتير كبير تكون A B Big A Big B و Big C. هذا يدل على احتمال انه هذا السيناريو هو سيناريو تصحيحي لتكملة اتجاه الهابط. تمام؟ الهيكلية مبينة تصحيحية ما أنا مبينة اندفاعية، تنكون صريحين. اذا بدي اخذ فيبوناتشي اكسبانشن من اخر قاع لهذه القمة للقاع على اليمين، الغريب هو انه ما تم استهداف مستوى 100%. يعني اذا في حال بدي اقول هيدي ABCA وهون دخلنا ببي وهون 5 موجات C، كان من المفترض يا اما نوقف على مستوى 61.8% اللي هو على مستوى 2000 او مستوى 2034 ما قبل تكملة اتجاه الهابط. طيب ما قدرنا، مش غلط، لأن الموجات التصحية احتمال تكون lagging truncated، ما تقدر طبعا ترتفع، يمكن الزخم خسرته من وراء خبر معين إلى ما هنالك. لذلك رح نخلي نحن نظرنا على خط دعم موجود عندي رئيسي اللي هو موجود هون. هذا الخط الدعم ما فيك ما تاخده بعين الاعتبار وما فيك ما ترسمه أنت كمحلل تقني وتقول اختراق مستوى 1975 نعم رح نفتح مجال للهبوط أقله ليعاد امتحان 1933. تم اختراق 1933 إعاد امتحان 1866. اختراق نرجع من كف بالاتجاه الهابط. تبهتوا معي كيف طريقة التفكير؟ لكن نحن حددنا مناطق خط فاصل بين السيناريو الإيجابي اللي هو 2020 اختراق رح تفتح مجال للصعود وخط الدعم اللي مرسوم عنه. عم نجرب نحن نستبق الأمور. أنا كنت قلت لكم وبرجع بعيد كلامي، المرحلة التصحية القادمة اللي دخلنا فيها بسعر أونصة الذهب جدا صعب تحديد شكلها، ولكن عم نجرب نخترع ونحلل ونرسم كرمال نتوقع. تمام،
بالنسبة للباوند مقابل الين اي الكريزي كروس، كمان نبهتكم من تكملة اتجاه الصاعد، وقلت لكم ولو حتى عم نشهد مراحل تصحيحية انتبهوا هنالك خط دعم رئيسي موجود على هذه المنطقة، واعادة امتحان هذا الخط اكيد رح يفتح مجال اكثر للصعود، وانتبهوا من استهداف مستوى ال 143، السيناريو بعده نفسه، ما غيرت رأيي وبعدنا عم نتكلم بنفس السيناريو، ولكن للتذكير انه نعم احتمال نرجع نستهدف مستوى ال 143 و 144 للباوند مقابل الين. اذا في حال عم نتوقع ارتفاع للكريزي كروس الباوند ين واليورو ين، وانتم بتعرفوا كثير منيح انه اليورو ين عطيتكم صفقة شراء من فيها، صح ولا لا؟ مين كان جلسة امس معنا وكنا عدينا موجات اليوت وقلنا عندي هون ويف 1 ويف 2 ويف 3 4 5 خمس موجات اي بي سي، ودخلنا شراء من هذه المنطقة من مستوى 125-35، وتكلمنا على انه رجعت الموجة التصحية استهدفت قمة الموجة رقم 1 A B و C، استهدفنا قمة الموجة رقم 1. اذا بتتذكروا مين كان معنا بالجلسة امس وتكلمنا على اليورو ين ودخل شراء، وقلنا هذه منطقة محورية ونعم احتمال نرجع نشهد باونس منها. اذا في حال عم نتوقع ارتفاع لليورو مقابل الين والباوند مقابل الين، هذا يعني ويدل على انه الين الياباني رح يضعف امام الباوند واليورو، صح ولا لا؟ ارتفاع اليورو، تألق اليورو مقابل الين، يعني الين رح يضعف، وبحكم العلاقة الإيجابية بين الين الياباني وسعر أونصة الذهب، لذلك السيناريو المحبذ لسعر أونصة الذهب هو التراجع مع الين الياباني. تمام؟ هلا بتقلي تراجع من وين؟ بدخل هلا بيع او بنتظر 2020 او 2030 اللي تكلمت عليها يا جوزيفي، اللي هي مستويات 100% في بوناتشي اكسبانشن اللي عرضتها بهذا الشكل، وين بدي بيع الذهب؟ هون ولا بنتظر 2034؟ وين بنبيع؟ انت بتبيع لما يتم اختراق خط الدعم اللي موجود عندي هون، مش ضروري انك تنتظر 2030. اذا في حال ارتفع على 2030 وحسيت انه هذه منطقة عم بيصير عليها ريجكشن اريا وضعف وخف زخم الارتفاع، نعم تمتحن صفقات بيع مع تايت ستوب لوس وقف خسارة بسيط، ولكن من الافضل ومن المحبذ انك تنتظر اختراق تحت خط الدعم. لذلك تحليلنا بالنسبة لسعر أونصة الذهب وتراجع والعلاقة الإيجابية بينه وبين الين الياباني وتحليل الباوند ين واليورو ين، هذه طريقة التفكير المناسبة لنقدر نحلل السوق ونتوقع سيناريات مفترضة. ما بدي صعب الموضوع، ولكن أنت كمحلل وكمضارب يجب عليك أن تدخل على معظم الأزواج والعملات الرئيسية، تتفرج على البرودكت، تشوف كيف هيكلية أسواق المال، تشوف كيف هيكلية الارتفاع والانخفاض وإلى ما هنالك، وبترجع بتقرر فرصة استثمار معين ونقطة دخول معين. بالنسبة للداو جونز والمؤشرات الأمريكية، نعم هذه مرحلة أفقية، It's a continuation pattern، ونعم نتوقع تكملة اتجاه الصاعد. بعدني مصر على ارتفاع 1 2 3 4 وبعد عندي 5. بتقلي طب كحد أقصى وين بحق له يوصل الداو جونز؟ وين بحق له يهبط؟ هيني ناخد insert في بوناتشي expansion من آخر قمة لآخر قاع للقمة على اليمين، منحدد مستوى 100% يلي هو 27500. الثلاث ايام واربعة ايام عم بحدد هذه النقطة، وعم برجع عيد نفس الكلام، 27500 هو اخر مستوى بحق الا الداو جونز انه يهبط لقاله ما قبل تكملة اتجاه الصاعد، واكيد اختراق خط المقاومة هون رح تفتح مجال للصعود خلص واكتيفيشن. فانت يا بتنتظر اختراق 27890 27900 اغلاق شمعة فوق لتعزيز صفقات الشراء، يا اما كحد اقصى بتعرض وقف خسارة تحت 27500. ونعم نحن داخل الموجة رقم 4 وهنالك ارتفاع للمؤشرات الامريكية للموجة الخامسة، نعم بعد شايف صعود، وبحكم العلاقة الايجابية بين الداو جونز وسعر برميل النفط هنالك ارتفاع للنفط بعد اكثر واكثر. واليوم بالنسبة للأجندة الاقتصادية عندي OPEC meetings all day، كل النهار عندي OPEC meetings التي تتضمن attended by 13 OPEC meetings، 13 دولة 11 منهم غنيين ب oil rich nations اللي هن عندهم كتير نفط، وبدي يتكلموا شوية صغيرة عن energy market على سوق الانرجي، هيتكلموا على النفط
واحتمال الستيتمنتس وبوليسي شيفت وميتينجز والى ما هنالك. فبالنسبه لنا اوبك ميتينجز جدا مهمه، ونتوقع تقلبات بالنسبه لسعر برميل النفط، ولانه نتوقع ارتفاع للداو جونز لذلك نتوقع ارتفاع لسعر برميل النفط. بدي انبهكم من سبايك سريعه، سبايك سريعه اي هبوط سريع ما قبل الارتفاع، وهذا الموضوع صرتوا بتعرفوه، اكيد بتعرفوا انه اسواق المال تعمل هذه السيناريوهات لتتصيد اوقاف الخساره وستوب هانس. ولكن على المدى الوسط للطويل نعم نحن بعدنا ضمن اطار ايجابي للنفط لاستهداف مستوى $50 وحتى $55 اوكي لسعر برميل النفط. هذا بالنسبه لسيناريو النفط. سبايك سريعه هبوط ما قبل الارتفاع هذا موضوع لا يمكن تحديده، انتم بتعرفوا. طيب حكينا عن الدولار ين، دولار كندي، الاسترالي، اليورو، الذهب، النفط، الداو جونز، والباوند ين واليورو ين. بالنسبه عندي رح انهي الجلسه بالنسبه لليورو مقابل الكندي. بالنسبه لليورو مقابل الكندي كنا حكينا على احتمال الكوب والعروه. لكل الاشخاص اللي دخلوا جديد معنا بهذه الجلسه واول مره بيحضرونا، الكوب اند هاندل باتل، كوب العروه، تعملوا له سيرش كوب اند هاندل بتعرفوا. كنت حكيت على احتمال هذا النمط. اذا بصغر اطار ساعه و30 دقيقه وبشوف العروه كيف ماشيه، هبطت العروه وبدنا نبتدئ بالارتفاع، عم شوف احتمال ليدنج دياجونال يا شباب، يعني بهذا الشكل نفق ميل على ارتفاع، خمس موجات ارتفاع 1 2 3 4 و5 it's a leading wave 1 ضمن upward channel، اي نفق ميل على ارتفاع. احتمال نرجع نهبط بالموج رقم 2 بين هلالين التي تسجل، واحتمال ان تسجل ABC down ABC، واحتمال كنت هينا منها، ولكن كحد اقصى يحق للموج رقم 2 ان تعيد امتحان قاع الموج رقم 4 previous wave 4. يعني بالنسبة لألي 156 55 هو آخر أمل لليورو كندي وآخر فرصة ممكن يهبط له لبداية الموج رقم 3. ونعم لا أزال أتمسك بالسيناريو الصاعد، وبعدنا عم بشوف موتيف ويف امبولسيف ويف، أي موجة اندفاعية قادمة على اليورو مقابل الكندي، وبتوقع صعود لل 159 90 وإذا اخترقها للمستوى ال 164 وال 165. ولكن هبوط وتراجع لليورو مقابل الكندي بالوقت الحالي هو لتسجيل ويف 2 الموجة رقم 2 ما قبل الصعود. فكل تراجع لليورو كندي هو فرصة للشراء، أكيد مع وقف خسارة تحت قمة الموجة رقم 2. يعني على مستوى 156 في عندي 69 نقطة من المستويات الحالية وقف خسارة، نحن ملزمين أن نحترمهم، وهذه هي المخاطر لفرصة الاستثمار. ما في شك انه كل فرصة استثمار فيها مخاطر risk to reward ratio، ونحن عارفين هذا الموضوع كمان. شرب الحداد اهلا وسهلا فيك، هشام عباس، احمد، محمد اجدى، عبد الفتاح، وسيم، مسعود اهلا وسهلا فيك، جعفر، وحيد، اشرف، احمد، محمد، شادي، عمر، شوقي، نورتوا الجلسة، داني، حسن، خالد، عمر، جنبي اهلا وسهلا فيك، اوكي، فايز، إليتا رباي أهلا وسهلا فيك، نورت الجلسة، إلي، ياسر أهلا وسهلا فيكم جميعا. لكن بالنسبة لهذه الجلسة ما رح طول عليكم، كانت انتهت عندي، بتمنى لكم نهار مثمر، أكثر من رائع على الجميع، كان معكم جوزيف ظهري من شركة تكمل، إلى اللقاء.